السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. قبل بس ما نخش في موضوع الفيديو، حب أهنيكم أولا باقتراب موعد عيد الفطر، وربنا يدخله يا رب عليكم بالصحة والعافية والكرم. بالنسبة لموضوع الفيديو، طبعا زي ما أنتم عارفين إن إحنا كقناة منح من كل الألوان بنقدم خدمات كتيرة جدا، ومن ضمنها خدمة التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها. طبعا بنقدم لك بشكل احترافي وما إلى ذلك. فعشان كده يعني من ساعة ما بدأنا الخدمة بتاعتنا اللي هي من حوالي 5 شهور أو 4 شهور وشوية، يعني لقينا الحمد لله إقبال عليها كبير جدا، لقينا إن في ناس مهتمة كتير جدا، لقينا إن في ناس محتاجة يعني مساعدة كبيرة جدا، إزاي نقدم لهم في المنح، نعمل لهم خطابات، السي في، كل الأشياء دي. فإحنا بالفعل عملنا الخدمة دي عشان نساعد الناس، والحمد لله قدرنا نساعد أشخاص كتيرة جدا، وعدد الطلبات اللي وصلت لينا حتى الآن، يعني بداية الخدمة كانت من 5 شهور، عدد الطلبات اللي وصلت لينا حتى الآن عدد كبير جدا، زي ما هيبان دلوقتي معاكم في الشاشة. عدد كبير، حوالي أكتر من 2130 شخص تقدم حتى الآن، حتى هذه اللحظة لينا وقدمنا ليه، وما زال عملية التقديم جارية لبعض الأشخاص. يعني أشخاص كتيرة جدا محتاجة المساعدة، الحمد لله قدرنا نوفر لهم المساعدة والخبرة والخدمة الممتازة الجيدة والاحترافية. عشان كده احنا حابين نحمسكم أكتر، عشان تعرفوا إن موضوع المنح والفرص وإنك تقدم فيها هو مش حاجة وهمية، لا، المنح والفرص متواجدة فعليا، وفي ناس قدمت واتقبلت، وفي ناس احنا قدمنا لهم بشكل احترافي واتقبلوا في المنح. فعشان كده احنا النهارده هنعرض لكم بعض النماذج وبعض اراء الناس حوالين القناه بتاعتنا، والاشخاص اللي هتتكلم عن رايها هي اشخاص من دول مختلفه، من اعمار مختلفه، كل واحد عبر عن رايه بصراحه، وازاي كانت الخدمه، وازاي كان التعامل بيننا وبين الشخص ده، يعني كل واحد هيقول رايه بصراحه. فتعالوا يلا بينا نشوف اراء الاشخاص حوالين القناه بتاعتنا. يعطيكم العافيه، معكم محمد ياسين من لبنان، انا بشتغل بمجال التمريض، وعلى قناة منح من كل الألوان أنا دايما بلاقي منح أقدر أنا كنيرس أقدم عليها، كرمال أقدم أنا عهد المنحة بتواصل مع القناة، بقدمولي عليها طريقة تكون احترافية، وحتى إذا في أي رسائل أو خطابات لازم نكتبها نتواصل معهم لحتى هن يساعدونا، كرمال هن عندهم خبرة كبيرة بهالمجال، وساعتها بنكون نحن عم نقدم بطريقة احترافية، يعني نسبة القبول لإلنا بالمنحة بتكون عالية. فكرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله محمد من اليمن، مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية. أنا واحد من الناس اللي بدور على منحة عشان أقدر أكمل دراستي. والله مرة حكى معي شاب صاحبي وحكى لي عن قناة بتقدم كثير فرص ومنح، اشتركت بهاي القناة وتابعتهم، وقدمت من خلالهم على منحة في إيطاليا بجامعة بادوفا، والحمد لله تم التقديم لي من خلالهم، والحمد لله تم قبولي بهذه المنحة، وترى وتواصلت الجامعة معي رسميا عن طريق الإيميل وتم قبولي الحمد لله. أشكر كثيرا قناة منح من كل الألوان على مصداقيتهم وحسن تعاملهم. الله وبركاته، ورمضان كريم، وأجمل تحية لكم جميعا من اسكندرية، أجمل مدينة في العالم. أنا مدام كوثر، عايزة أقول بس إن كل واحد له طموح وعنده آمال نفسه يحققها، بس بيبقى محتاج حد يقول له أو يدله على أول الطريق أو بداية الطريق إزاي، سواء كان الطموح ده علم أو منحة أو سفر أو تحقيق ذات. أحب أقول لكم إن في قناة، هي قناة اسمها منح من كل الألوان، بتقدم لكم خدمات جميلة جدا. والحقيقة القناة دي أنا عرفتها كده بالصدفة، بس فعلا من أول ما فتحتها وأنا حسيت بالمصداقية بتاعتها وصدق كلامهم، بيقدموا لك الحقيقة، البيانات الصحيحة من غير زيادة أو نقصان. واللي اكتشفته كمان ان القناه دي مش قناه شخص واحد بيعمل يوتيوب يكسب منه، لا، ده هي قناه بيقوم بيها فريق عمل متكامل، فريق بيقدم لك على المنحه، سواء منحه دراسه او منحه عمل او منحه تطوع، في اللي بيقدم لك، اللي بيكتب لك الموتيفيشن ليتر، اللي بيكتب لك خطاب توصيه، بيقدم لك الخدمه دي، خدمه متكامله. وانا جربتها عن نفسي وتجربها كده بيدق يعني، بس فعلا جميله جدا. وانا انصح اي انسان طموح، سواء شاب
او شابه او حتى كبير في السن، طبعا سني مش صغير، ومع ذلك قلت اجرب وقدمت عن طريقها في منحه جميله جدا. لقيت فعلا في مصداقيه في كلامهم، ومش كده وبس، ده هو كمان عندهم جروب للواتس. الجروب ده انت بتقدر تسالهم عن اي استشاره او اي معلومه، حتى لو انت ما قدمتش عن طريقها. بيقدموا لك الخدمه دي، بيقدموا لك النصيحه والتوصيه من غير اي مقابل، فمش هتخسروا حاجه. ادخلوا على القناه وشوفوها، وانتوا هتلاقوا ان ده كلامي صح، ويمكن تكون ده سبب خير لاي انسان يفتحها. وكل سنه وانتم طيبين، وتحيه من اسكندريه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد الحبوس من الجمهورية العربية سوريا، مهتم جدا في أمور المنح الدراسية، ومن خلال قيامي في عمليات بحث في الإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي على المنح الدراسية وتصفحي في عدد من الصفحات والمجموعات على الفيسبوك، فقد تواصلت مع صفحة منح من كل الألوان وتعرفي على الأستاذ ضياء، له المحبة والاحترام الذي ساعدني وتابع معي خطوة بخطوة خطوات التسجيل عن طريقه، والتم بحمد الله وعونه التسجيل في أكثر من 4 منح عن طريقهم. فله ولكل المسؤولين عن صفحة منح من كل ألوان المحبة والاحترام. السلام عليكم، أخباركم عن إيه؟ رب دايما تكونوا بخير. معكم حامد إبراهيم من مصر، باحث دكتوراه. يسعدني أن أنا أتواجد معكم. بصراحة أنا خلال البحث العلمي يعني كنت بدور ازاي ان انا اعرف ان في منح بره، او ازاي ان انا اسافر بره، وازاي ان انا ادرس في جامعات بره. بصراحة لم اجد نهائي، او حتى اعرف الشروط اللي مطلوبة عشان اعد نفس الاعداد الجيد عشان ان انا اقبل او اقدم في المنحة دي، فما وجدتش. فمن خلال البحث من الجروبات واليوتيوب والفيسبوك، وجدت ان في قناة اسمها منح بكل الالوان. بصراحة انا ابتديت اتابعها، اسلوبها رائع جدا، وبتنزل اغلب المنح اللي في العالم، وكمان المنح دي يعني اغلبها صراحة مضمون. ابتديت بعد كده ان انا اتابعها، لدرجة ان انا في اسبوع مثلا تطوع عجبني جدا في كندا، ابتديت ان انا اتواصل معهم. فعلا ناس جيدين جدا، تواصلت معهم وهم تواصلوا معي في اقرب وقت ممكن، وبحثوا معايا الشروط والاجراءات، وقدمت من خلالهم. كمان هم عملوا ميزة حلوة جدا، ان هم بيعدون خطاب التوصية وخطاب النية والكفر ليتر، ما كانش موجود، وكنا بنواجه مشاكل كتيرة جدا. فمن خلال قناتهم الموقرة يعني، وابتدوا ان هم يعدونا كده، وكمان يعني ان هم ابتدوا يقدموا خدمة جديدة جدا اللي هي اللغة. اظن ان هي تبقى طفرة كبيرة جدا وكلنا بنحتاجها، وتحياتي ليهم كتير جدا يعني. السلام عليكم، معكم زياد بالخيرات من الجزائر، تحديدا من الصحراء. أنا طالب جامعي ولا ماستر عقيدة ومقارنة الأديان. قدمت إلى قناة منح من كل الألوان منذ حوالي أكثر من 5 أشهر إلى هذه الخدمة المميزة. يعني كما تعلمون يعني ليست كل القنوات تقدم هذه الخدمة، خدمة التقديم إلى الجامعات. سهلت بصراحة كثير من عناء التقديم، وهي المصداقية يعني مصداقية عالية جدا. أنا قدمت وكثير من الطلبة قدموا إلى هذه القناة، وكانت استجابة فعالة جدا يعني بشكل سريع. وقدم لنا أستاذ محمد جزاه الله خيرا كل ما نريد أن نطمح أن نوصله في دراستنا إلى دراسة في الخارج، وبشكل احترافي من عمل CV ورسالات الدافع والحافز. يعني أعجبتني جدا وقد شاهدتها ذلك، ونسأل الله أن يوفق كل الطلبة العرب في كمال مشوارنا الدراسي في الخارج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اسمنا العثمان من فلسطين، مدينة غزة. قبل فترة سجلت في 4 فرص تطوع عن طريق قناة منح من كل الألوان. أنا بتشكرهم كتير، تواصلت معهم عن طريق الرابط الاستمارة، تواصلوا معي عن طريق الواتساب أسرع وقت ممكن، تواصلنا وتم تسجيلي في 4 فرص تطوع. أتمنى أن يتم قبولي، وبتشكرهم كتير على التقديم الاحترافي اللي بقدموه للأشخاص، وكل احترام لهم ولمجهودهم الشخصي، وأنهم بساعدوا الأشخاص، وبتمنى لهم كل التوفيق، وربنا يوفقهم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الحليم مصطفى، خريج قسم الهندسة المدنية. كنت قدمت مرتين مع قناة منح من كل الألوان. بصراحة ناس من الناس البروفيشنال اللي أنا قابلتهم في حياتي، وناس محترمة جدا، يعني أهل ثقة وأسلوب راقي في التعامل جدا، ونتمنى لهم التوفيق دايما يا رب، ونجاح لنجاح بإذن الله. شكرا. وبعد لما شفنا آراء الناس حوالين القناة بتاعتنا، حابب بس قبل ما نختم أوضح بعض النقاط البسيطة. إن الخدمة اللي إحنا بنقدمها هي خدمة اختيارية، يعني إحنا قناتنا بنعرض فيها المنح والفرص، الناس بتشاهد المنح والفرص تقدر تقدم بنفسها برضو، ولكن لو الشخص عايز يقدم من خلالنا بشكل احترافي دي حاجة بترجع ليه، مفيش أي إجبار في الموضوع ده خالص. كمان من الشروط بتاعت القناة بتاعتنا اللي يجب الالتزام بيها، هي إن إحنا يعني مش مكتب قبول، يعني في أشخاص بتكلمنا مثلا أنتوا مكتب قبول أو أي شيء، لا، إحنا قناة بتساعد على التقديم بشكل احترافي، بنوفر لك كل الأشياء اللي تساعدك على القبول وليس ضمان القبول، تمام كده؟ لأن مفيش أي شيء اسمه إن حد يضمن لك القبول في منحة، حد يساعدك في منحة إنما يضمن لك القبول مستحيل الموضوع ده. بالإضافة كمان عشان تتواصلوا معانا وتقدموا من خلالنا، هتلاقوا في أسفل الفيديو ده في صندوق الوصف استمارة، تملوا الاستمارة دي، تحاولوا تجاوبوا على كل الأسئلة اللي في الاستمارة، يعني تتعرفوا على الشروط بتاعتنا وتحاول تختار موافق إذا كنت حابب تنضم يعني اللي احنا نقدم لك، تمام؟ بالإضافة كمان في نقطة حابب أوضحها، في طلبات طبعا كتير تانية بتجيلنا بس احنا بنرفضها، وبتكون لسبب معين، ان احنا ما بنوجهش الاشخاص لمنحه معينه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو شخص جه يقول لنا انا محتاج منحه ماستر، يعني انتوا هاتوا لي اي منحه ماستر او منحه بكالوريوس او اي منحه، او انك تيجي تقول انا عايز منحه في اي دوله، طبعا ما فيش حاجه اسمها الكلام ده، انت لازم تبقى محدد هدفك، انت عايز تقدم لايه عشان نعرف هنساعدك في اي منحه بالتحديد، لان انت احق شخص انك تتعرف على المنحه دي من حيث شروطها، هل شروطها بتطبق عليك ام لا، من حيث السن، المؤهل وما الى ذلك. فاحنا مستحيل هنقدر ندور لك في كل المنح ونشوف هل المنح دي متطابقة معاك في السن، متطابقة معاك في المرحلة الدراسية، في التخصص اللي انت حصلت عليه. فإحنا ما بنوجهش الأشخاص لمنحة معينة، فبرجاء من الأشخاص اللي هتتواصل معانا، تمام، إنها تملى الاستمارة وتكتب، يعني لو انت عايز نقدم لك في منحة تكتب بالتحديد اسم المنحة دي عشان نقدر نساعدك. طبعا لو كتبت غير كده إحنا الطلب بيعتبر مرفوض لدينا وما بنقبلهوش، فبرجاء الالتزام بالجزئية دي عشان بس يكون كل شيء واضح قبل ما تملأ الاستمارة لو انت حابب تقدم من خلالنا. كده كل شيء واضح، وحابب اشكر كمان الناس اللي ادلت برأيها عن القناة بتاعتنا، شكرا جزيلا ليكم، وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.